بعد مقتل المواطن ستيفن ترول، المواطن الأمريكي ستيفن ترول. حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات دقيقة حول التحقيقات بمقتل هذا المواطن، هل تتوفر لديك ولو معلومة واحدة سيد أحمد؟ بالحقيقة ملف مبهم وملف معطل بسبب ضغط سياسي واضح جدا. ما يؤسف إلى أن صانع القرار السياسي لم يتحرر من هيمنة وتأثير الأحزاب، واتخذ جملة من القرارات وسكت عن جملة من التجاوزات، أدت بشكل كبير جدا إلى تراجع العراق مع التحالف الدولي عموما ومع الولايات المتحدة خصوصا. على سبيل المثال القرار الذي اتخذ في ضرورة مغادرة القوات الأجنبية بما فيها الولايات المتحدة كان خطأ استراتيجيا، كان يفترض بالسلطة تحديدا السلطة التنفيذية لا تمتثل مثل هكذا قرار وإن كان تشريعيا برلمانيا، ولكن الحكومة وأعني بها السلطة التنفيذية قد حصلت على تفويض مسبق من البرلمان في إدارة شؤون البلد، وهي الأجدر بقراءة المعطيات والتحديات في الميدان بوصفها هي الجهات المتخصصة التي تضم الداخلية والدفاع والأجنحة الأخرى الأمنية والعسكرية. كان يفترض أن لا تستجيب لهذا القرار، لأن هذا القرار أثر بشكل كبير جدا على أداء قطاعاتنا. كنا نتلقى دعما لوجستيا من التحالف الدولي والولايات المتحدة يشكل ضمانة للارتقاء بإدارة المعارك سواء كانت العسكرية أو الأمنية، وكان الجهد الاستخباري بالحقيقة فاعل ومؤثر، ووصلت إلى مستوى أن نستعين بالأقمار الصناعية وهي تقنية متقدمة لا نمتلكها على مستوى القدرات الوطنية. كل ذلك حيد بقرار سياسي منفعل استجابة للتوازنات الإقليمية ونزولا عن رغبة إيران، وكانت الاستجابة للسلطة التنفيذية ضعيفة بل مقيدة. ولذلك نخشى في المرحلة القادمة أنه إذا بلغ التحدي على إقليم كردستان هل سيكون صانع القرار السياسي قويا وجريئا حرا ومستقلا في قراره حتى يفعل الوسائل والأدوات الوطنية في المواجهة والاشتباك وإيقاف هذا التمدد الخطر جدا الذي يهدد سلامة وحدة العراق.